مرحبا بكم من جديد مع طارق في العروض العقاريه اللي كتكون مختلفه. مرحبا بكم في قناتكم اف ام، القناه المتخصصه في مجال العقار فقط. كتبث العروض العقاريه اللي كتكون مطروحه للبيع، عاده كيكون شقق فيلات وكذلك فيرمات. هنا كنقول لكم انتم اعزائي المشاهدين، الى كان عندكم شي عقار بغيتو تبيعوه فانا راه الخدمه ديالكم. بالنسبه للعقار اللي كنشوفوا اليوم راه كيتواجد بمدينه مكناس، ومدينه مكناس نقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم. كنقول لكم فين ما كنتم في المغرب ولا خارج المغرب، بقاو معايا تشوفوا فينيسيون ديال مدينه مكناس في المواصلات، تشوفوا الاثمنه كي دايرين في هذه المدينه، لربما يكون عندكم راي اخر ولا تبدل الراي ديالك وتجي وتقتني عقار في هذه المدينه. هذه المدينه الرائعه اليوم الشقه اللي كتواجد بها كتواجد في عماره اللي فيها عده طوابق وكتواجد في الطابق الاول. غادي نبداو الامور كلها من الاول ديالها باش غادي نشوفوا شنو عندنا في هذه العماره. هذه عندنا هنايا هذا هو المدخل ديال العقار، عندنا هذا هو ليطاج، هنا كاين لاكاج ديال السكالي ديال السكور، ها كاينه شقه وعندنا كاين المصعد هو هذا. عندنا المصعد هو هذا ديال هذه العماره هذه، و تيبقى عندنا العقار اللي غادي نكون بالوصف ديالو اليوم هو وحده. إذا سيداتي سادتي أجدد الترحاب بكم في قناتكم أف إل مع طارق. الشقة اللي كنتواجد بها كاينة في الطابق الأول وكذلك متوفرة في الطابق الثاني والثالث. عقار اللي هو مشمش كيتوفر على ثلاثة ديال الغرف، ثلاثة ديال الغرف مختلفة الأحجام. اما بالنسبه للموقع فين كنتواجد، هنا كنتواجد على مقربه من واحد من اكبر الشوارع بمدينه مكناس، الا وهو شارع محمد السادس. شارع مازال غادي تخدم وشارع ديجا ولا حاليا راه فيه بزاف ديال المرافق اللي تيبغي الانسان. نقدروا نهضروا على احسن المقاهي، نقدروا نهضروا على المدارس اللي هي كبيره عموميه وخصوصيه، مدارس مثلا ديال الوليدات الصغار ولا الوليدات الكبار، كل ما يحتاجه الانسان. كذلك من ناحيه ديال الابناك، من ناحيه ديال الريستورات، من ناحيه ديال اي حاجه احتاجها الانسان في الحياه العاديه ديالو فهناك كل ما يلزم. وهذا العقار هذا بحال هذا راه ممكن الاستثمار فيه حتى من اجل الكراء، مازال مثلا الانسان يشريها وفرشها ولا يكريها خاويه، فممكن الاستثمار في هذا المجال. لان هنا موقع، نهضروا على موقع من اقرب واحسن المواقع لشارع محمد السادس. بالنسبه للفينيسيون ديالو كما كتشوفوا بمختلف انواعها، من ناحيه ديال الصبغه، من ناحيه ديال الالومنيوم، كل شيء جاي فيها في بلاصتو. وكذلك من الديكورات اللي دارت في السقف، حتى الديكورات اللي كانت في السقف كانوا كما كنقولوا دي موتيف لي سامبل، دي موتيف اللي هما روميين ممتازين. وهذا العقار راه كيجي على جوج ديال الواجهات، ما عندوش كاع اطلاله في داخل العقار. وصلنا باش نهضر دابا معكم على الثمن. الثمن هو 530 ألف درهم، كنهضروا على 53 مليون. هذا الشيء اكد لي صاحب هذا العقار، ولربما يكون هناك شيء ما من التفاوض ومن النقاش. بالنسبه للمساحه، المساحه الاجماليه ديال هذا العقار كتفوت 90 متر مربع، 90 متر او 96 متر كمساحه اجماليه. بالنسبه للارضيه، الارضيه في الغرف ثلاثه بهم فيهم ارضيه كانك كتمشى على خشب، ديك الارضيه اللي كيكون فيها ايحاءات خشبيه كما كتشاهدوا معايا حاليا. كاين بالكون في المطبخ، بالكون شفنا في الغرفه رقم واحد بالنسبه للطبق الاول. اما بالنسبه لباقي الطوابق ففيها جوج ديال لي بالكون. شفنا الغرفه رقم واحد، بقات لنا الغرفه رقم اثنين ولا رقم جوج، غرف متوسطة الحجم. لكن كما قلت أهم الأشياء في هذا العقار ألا وهو الموقع ثم الموقع ثم الموقع. عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، قبل ما تشريش عقار فكر في الاقتناء ديالو في الموقع، ما تفكرش في المساحة، لأن راه إلا كان عندك الموقع راه ممكن غدا أو بعد غد فكرتي في البيع ديال العقار راه ما غاديش يكون عندك مشكل في البيع. يعني إذا كان عندك عقار ممتاز وفي موقع ممتاز راه كتربح كما كنقولوا جانب مادي. أما إذا كان عندك عقار اللي ماشي شي موقع مثلا، راه تيكون عندك مشكل في البيع ديالو، ولا ربما خصك طيح في الثمن من أجل البيع. كتبع المساحة
وكتنسى الموقع، داكشي علاش كنأكد في كل مرة أنك تشري موقع ثم موقع. عندنا آخر شيء بقى لي دابا باش نوريه لكم، ألا وهو مطبخ هذا العقار. مطبخ اللي هو كبير بالبالكون ديالو، ومطبخ اللي هو من المطابخ الجاهزة النوعية الجديدة ديال المطابخ. المطبخ اللي هو جديد ممتاز وجميل. هذا البالكون ديال هذا المطبخ، بالكون اللي هو كبير وواحد الاطلاله اللي كبيره على جوج ديال الشوارع، وجات في رومبون فواحد الموقع اللي هو جد جد ممتاز. حتى المطبخ ديالو مطبخ اللي هو مزيان كما قلت. هنا راه ممكن الاستثمار في السكن، كما ممكن انك تستثمر هنا من اجل ماشي غير فقط السكن، فممكن هنا الاستثمار من اجل الكراء ديال هذا العقار. اذا اعزائي المشاهدين قلت لكم معلومات كلها الاساسيه، عماره فيها مسعات، فيها بيع ديال السيارات، فيها كل ما هو يلزم من اجل الراحه السكنيه. نقول لهم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض عقاريه ان شاء الله مقبله مع طارق.